تحية لكل من على مشقة السفر لحضور هذا الاستقبال. إني بهذه المناسبة فخورة بكلنا وبكم لما تحملونه من روح المسؤولية تجاه هموم الشعب المغربي ومعاناته، وهذا ما يزيد إصراري في مواصلة درب النضال والصمود والتحدي. رفاقي رفيقاتي، ها أنا الآن أستنشق ريح الحرية بينكم وبالقرب منكم بعد أن طلبت مني لمدة سنتين. إن تجربتي هذه كانت متوقعة مني نظرا لطبيعة النظام المخزني الاستبدادي ولجوئه في مراحل متقدمة من الصراع بأساليب القمع والاعتقال بغية إسكات كل متعطش للحرية والكرامة والعيش الكريم والمساواة. إنما تعلمناه وعهدناه من رفاقنا في النهج الديمقراطي من صمود وتحدي أمام الآلة القمعية وقناعة فكرية لهو شحنة تدفعنا إلى المزيد من التشبث في مبادئنا وقناعاتنا والسير قدما على خطى شهدائنا الأبرار. لقد مرت خلال فترة اعتقالي العديد من المحطات النضالية والتنظيمية، طالما أردت أن أشارككم رفيقاتي رفاقي، ولكن لم تمنعني مشاركتي وقد شاركت عبر كلمات وبيانات ورسائل تضامن معكم في معظم المحطات. وكما لا يخفى على الجميع أن ما تعرضت له من اختطاف وتعذيب واعتقال لهو استهداف لإطارنا المناضل النهج الديمقراطي وككل القوى الديمقراطية المناضلة الأخرى والمناهضة لسياسات تفقير وتهميش شعبنا والتي يحاول النظام فرضها عبر قوانين ومراسيم ليكون تلميذا نجيبا لمؤسسات النقد الدولية والدول الرأسمالية والإمبريالية الكبرى. إن صراحي هذا يأتي في ظرفية صعبة في إطار الصراع الطبقي ببلادنا يفرض علينا كمناضلين تقدميين مضاعفة جهودنا والسير نحو الأمام من أجل قيادة الشعب المغربي نحو التحرر والانعطاف. كما أن اعتقالي هذا كما أعلنت عنه سابقا لن يثنيني عن النضال بجانب رفاقي بالنهج الديمقراطي والإطارات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية. رفاقي في الأخير أحيي كل من ساند وتضامن مع قضية وفاء شرف، فإنما هي قضية المرأة المغربية وبصفة عامة هي قضية المرأة في العالم بدءا من رفاقي في الناس الديمقراطي وكل الإدارات الحقوقية والنقابية والسياسية وكل الديمقراطيين محليا ودوليا وكل أصدقاء وعائلتي الصغيرة والكبيرة. كما أحيي هيئة الدفاع التي ساندتني في مراحل المحاكمة بكل ما أتيت من قوة في كافة أطوار المحاكمة. في الأخير كل التحايا لرفيقي أبو بكر الخمليشي وأتمنى له وما لم يأتي بالنضال يأتي بالمزيد من النضال. وعاش النهج الديمقراطي تنظيما مناضلا والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار والحرية لكل المعتقلين السياسيين الخابعين وراء سجون النظام المخزني الرجعي، وتحية عالية لرفيقنا أحمد بوعدي القابع في سجن الجديدة والذي سيعانق الحرية في أكتوبر. أحييكم وأقبل الأرض تحت رعايكم وأقول أفديكم ودمتم لنضال ودمنا أوفياء. وفي الأخير بغيت في الأخير أنني نشكر رفاقي في العرايس اللي كانوا قاموا لي بزيارة داخل السجن وأنني تمكنت من الرؤية ديالهم من داخل السجون ديال الدين والعار، وتحية الفخر والاعتزاز
بكنا وبكم ودمنا ودمتم إلى القضية أوفياء.